التوبيك اللي هنبدأ بيه دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو الـ Spanning Tree Protocol. Spanning Tree Protocol ايه حوار الـ Spanning Tree Protocol؟ احنا عارفين طبعا ان في شبكات Layer 2 بتحصل مشاكل كتير. على سبيل المثال بروتوكول الـ Spanning Tree حماني من ايه؟ اول مشكلة اللي هي Broadcast Store. تاني مشكلة Back ادرس تيبل انستابيليتي. تالت مشكله اللي هي مالتيبل فريم. كمراجعه سريعه كده عليها قبل ما نشوف البروتوكول بيشتغل ازاي، في دلوقتي ان الشبكه اللي قدامي طبعا فيها كميه ريدندنسي مهوله. اي شبكه ايثرنت، اي شبكه فيها سويتشز، تمام، ممكن يحصل فيها مشاكل كتير لو بروتوكول الستاندنج تري مش شغال. سويتش 1 لو بدأ يبعت برودكاست، البرودكاست هيمشي على كل الانترفيسز من كل البورتس. ده لو كان بروتوكول الستاندنج تري مش شغال. مثلا الباكت اللي هتمشي مثلا ما بين سويتش 1 وسويتش 2 توصل لسويتش 2، معروف طبعا ان السويتش بيعدي البرودكاست بكل الانترفيس، توصل هنا يبدأ ان هو يعمل لها فورورد تاني على سويتش 1. اول مشكله كده حصل عندي برودكاست ستور، تمام. تاني مشكله ان سويتش 2 زي مثلا هنا متوصل بكاس كمبيوتر، تمام، ممكن تكون الفريم جات له مره من البورت ده ومره جات له من البورت ده. مره هيسرها عنده في الماك ادرس تيبل من على البورت اللي هو اسر 0 على 2 مثلا، ومره على بورت اسر 1 على 2. يبقى معنى كده ان هيحصل ماك ادرس تيبل انستابيليتي، لان ما ينفعش ان هو يحط نفس الفريم في الماك ادرس تيبل او نفس الماك، يعني نفس السورس ماك في الماك ادرس تيبل على تو بورتس مختلفين بالعقل. ازاي تكون مثلا الباكت جايله او الفريم جايله كده وفي نفس الوقت الفريم جايله كده، تمام. ده برضو هيتسبب لي في مالتيبل فريم كوبيز، لان الديستنيشن كده هيوصل له اللي هو البي سي ده هيوصل له اكتر من كوبي من الداتا. كل دي مشاكل ممكن تحصل عندي في لاير 2 لو انا وقفت بروتوكول الاسبانينج تري. لكن بروتوكول الاسبانينج تري بقى هيحميني من كل المشاكل دي ازاي؟ بروتوكول الاسبانينج تري، بروتوكول الاسبانينج تري بيعمل ايه؟ دايما بيهيئ من اي سورس لاي ديستنيشن انه قدامه مسار واحد بس. يعني على سبيل المثال سويتش وين، سويتش 1 عايز يوصل لسويتش 4، هيتهيئ له دايما انه قدامه المسار ده بس، انما اللي فوق بالنسبه له هيبقى مقفول في وشه، اللي تحت هيبقى بالنسبه له مقفول في وشه. ازاي دلوقتي اساسا بروتوكول الاسبانينج تري بيشتغل؟ بروتوكول الاسبانينج تري شغال على مجموعه من الرولز. الرول الاولانيه اول واحده اول رول عندي 1 root port 1 root bridge peer network. في عندي root bridge واحد بس بير network، تمام. الرول الثانية 1 root port peer non root bridge. الرول اللي بعديها 1 designated port سيجمنت. اللي بعديها بلوك قول اثر. نمسك واحده واحده. اول رول عندي ان الشبكه اللي قدامي دي كلها هيبقى فيها سويتش واحد بس بيلعب كروت سويتش. امال ايه بريدج؟ لان البروتوكول ده قديم جدا كان متصنع اساسا عشان البريدجز. ما انا عارفه ان السويتشز والبريدجز طريقه استخدامهم واحده، بس البريدج بيشتغل كسوفت وير انما السويتش بيشتغل كهارد وير، وده خلى طبعا السويتش اسرع بكتير من البريدج. في سويتش واحد بس هنا في الشبكة دي كلها هو اللي بيلعب كروت سويتش. مين هو؟ اللي ليه بي بي دي يو اقل. ايه البي بي دي يو؟ كل سويتش بينها وبين بعضيها اول لما بتقوم بيبدأوا يبعتوا لبعض هيلو، بس الهيلو كزمان ما كانش لسه طلع مفهوم الهيلو، فكانوا بيسموها بي بي دي يو بريدج بروتوكول داتا يونت. البريدج بروتوكول داتا يونت ده متقسم عندي لتمانية بايت متقسمين كالتالي. اتنين بايت فيهم متقسمين للبريورتي، وستة بايت فيهم، ستة بايت فيهم دول ما متخصصين لمين؟ للماك. طيب والاتنين ماك اللي في الاول، الاتنين بايت اللي في الاول دول مخصصين لمين؟ زي ما اتفقنا دول مخصصين لحاجة اسمها بريورتي، مخصصين لحاجة اسمها ايه؟
بريورتي. تمام، البريورتي دي متقسمة او ليها رقم، يعني الديفولت بتاعها 32768، 32007 ايه 68. البريورتي ذات نفسها اساسا متقسمة كالتالي، يعني لو هنمسك الجزء بتاع البريورتي متقسم كالتالي، في 4 بت للبريورتي للدقة يعني، وفي عندي هنا كمان 12 بت لقيمة الفيلان اي دي. ليه؟ لان هنكتشف باذن الله اساسا كمان شويه ان سيسكو مش شغاله على السبانينج تري بروتوكول الاصلي اللي احنا بنسميه كومون سبانينج تري، ده ليها فيرجن اساسا مخصص ليها هي اللي عاملاه اسمه بير فيلان سبانينج تري. الفكره فيه ان كل فيلان هيبقى ليها الكالكوليشنز الخاصه بيها. تمام، وعلشان كده طبعا احنا عارفين ان الفيلان اساسا اكبر رقم فيها من زيرو لغايه كان عندي كام فيلان، هما متقسمين عندي ال 12 كم 4095، او للدقة بقى من 1 لغاية 4094. تمام، احنا اتفقنا ان الزيرو ده محجوز وال 4095 ده محجوز. ليه الرقم ده؟ لانه اساسا بيتمثل في كام بت بالظبط. تمام، والزيرو بيتعدل يبقى لغاية 4095. تمام، هو بيتمثل في 12 بت، فعشان كده ال 12 بت يدوني ال 4096 احتمال دول، وبيخلوا البريورتي قيمة من 4 بت. تمام، 2 أس 4، أو أنا عندي 4 بت، يبقى ده يديني كام احتمال؟ 2 4 8 16. تمام، بحيث إن يبقى عندي لكل فيلان زي ما اتفقنا ليها كالكوليشن وليها قيم خاصة بيها. وبالنسبة للماك، طبعا الماك بيبقى فيه رقم عندي يونيك على مستوى كل سويتش للدقة. السويتش ككل بيبقى له ماك، وكل بورت على السويتش برضو بيبقى له ماك. الماك اللي على السويتش ككل بنستخدمه في الحسابات بتاعة السبانينج تري، وكل بورت برضو على السويتش بيبقى له ماك خاص بيه. تمام، يبقى مين هو الروت سويتش في الشبكه اللي قدامي دي؟ السويتش اللي ليه بريوريتي اقل. احنا اتفقنا ان الديفولت 32768. طب لو انا افترضت دلوقتي ان السويتش تكون لها على الديفولت ومفيش فيه اي سويتش انا لعبت في القيم بتاعته، يبقى معنى كده ان الديفولت بتاعي ان هيحصل توي. المفروض ان في سويتش واحد بس زي ما اتفقنا اللي هيلعب كروت سويتش. معنى كده ان لو في عندي اكتر من روت سويتش موجود في الشبكه بتاعتي، ده كده انديكيتور ان انا عندي مشكله في لير 2. ايه هي المشكله اللي في لير 2؟ احنا اخدنا اوريدي اكزامبل على الحوار ده، عملنا قبل كده اكزامبل على الحوار ده وعملناها بايدينا، ولقينا فعلا ان الشبكه بتاعتي كان فيها تهييس، ولقيت كل السويتشز اللي عندي كانت بتلعب، او 3 سويتش كانوا عندي ساعتها في التوبولوجي بيلعبوا كروت سويتش. لو تفتكروا كان عندي سويتش 1 انا حولته لترانسبيرنت سويتش، وكان سويتش 2 وسويتش 3 وسويتش 4 قومت عليهم بروتوكول الفي تي بي. سويتش 1 اللي هو كان ترانسبيرنت نقل الكنترول بلين، لكن الداتا بلين انكلودنج البي بي دي يو اللي هي الهالو اللي بتتبعت ما بين السويتشز ما كانش نقلها، وبالتالي كل سويتش فيهم كان مفكر نفسه هو الروت. طالما كل واحد فيهم افتكر نفسه ان هو الروت، اعرفوا على طول ان الداتا بلين اساسا مش هتتنقل كويس، بدليل حتى ساعتها لما جينا نبندج ما بين السويتشز الفيلانات كانت اتنقلت، لكن البنج اللي هو الداتا بلين ما كانش اتنقل. مش شرط هو ده يكون الاكزامبل الوحيد، لو في عندي اكتر من روت سويتش في الشبكه ده في لير 2 بروبلم. ايه هي؟ ممكن تكون مشكله اسر تشانل، الاسر تشانل مش قايم بطريقه كويسه، فبالتالي الترافيك ما بينهم مش الهالو ما بينهم يعني البي بي ديو مش قادره توصل، وبالتالي كل سويتش مفكر نفسه ان هو الروت. ممكن يكون مشكله ترانكينج، ممكن يكون مشكله اللاود اكسس ليست. تمام، كل دي مشاكل ممكن تسبب لي في لير 2 بروبلم تخلي كل سويتش تفتكر نفسها ان هي الروت. تمام، طب قلنا تاني لو حصل طيف البريورتي مين ساعتها هو اللي هيبقى الروت؟ السويتش اللي ليه ماك اقل، السويتش اللي ليه ماك اقل، واكيد ده طبعا هيكسر الطول. عشان اعرف دلوقتي مين هو السويتش عندي اللي بيلعب كروت سويتش، هاجي هنا اقول له شو سبانينج تري. تمام، هنا مثلا لقيت السطر ده بيقول لي ذيس بريدج از ذا روت، من غير ما كنت اشوف السطر ده اساسا، كون ان وجود كل الانترفيسز اللي عليه في حاله الديزجنيتد فورورد ده انديكيتور كده بالنسبه لي ان السويتش ده بيشتغل في ايه، ده هو بالنسبه لي فعلا الروت سويتش. في ملحوظه برضو هنا في الاي او يو للاسف، تمام، ان كل الانترفيسز بيعتبرها شيرد. شيرد ده معناه ان هي شغاله في الهاف دوبلكس،
تمام. لو انا دلوقتي كنت شغال على بوكس حقيقي بدل كلمه شيرد دي، لان السويتشز طبعا باي ديفولت بيعملوا نيجوشيشن مع بعض في حاله الدوبلكس، فكنت هلاقيها بير تو بير. لو انا شغال على سويتشز حقيقيه بدل كلمه شيرد دي كنت هلاقيها ايه؟ بير تو بير. وده هيتسبب لي برضو في شويه مشاكل واحنا ماشيين، برضو هقول يعني المفروض لو كنت شغال على بوكس حقيقيه اللي حصل، وهنا في الاي او يو البرفورمانس اداني ايه. تمام. تاني الروت سويتش، كل الانترفيسز اللي عليه بتبقى في حالة الديزيجنيتد فورورد. دي اول رول عندي. لو جيت هنا على بقية السويتشز، سويتش 2 ما قاليش ذا سويتش از ذا روت، صح؟ وبالتالي مش كل الانترفيسز في حالة الديزيجنيتد. لقيت هنا في انترفيس مثلا في حالة الترنت، لقيت في انترفيس في حالة روت، تمام؟ هنرجع للكلام ده تاني. هنا برضو ما قاليش ذا سويتش از ذا روت، ما قاليش ذا سويتش از ذا روت. يبقى معنى كده ان الشبكة اللي قايمة قدامي دي شبكة ستيبل. ليه ستيبل؟ لان عندي روت سويتش واحد بس. طالما عندي روت سويتش واحد بس يبقى الشبكة اللي قدامي دي كده ستيبل. نمسك تاني رول. الرول التانية بتقول one root port pair non root switch. لما يكون switch one هو root switch يبقى switch اتنين واربعة وتلاتة دول كده non root switches. انهي switch انهي port فيهم؟ يعني مثلا switch اتنين عليه ستة port، في اتنين اهم direct connected switch one، في اتنين اهم وفي اتنين اهم كلهم متوصلين at the end يعني بسويتش 1. واحد بس في الستة اللي قدامي دول المفروض ان هو اساسا يشتغل كروت بورت. انهي واحد؟ سيسكو بتحسبه بناء على الكوست الاقل. بمعنى ايه؟ كل نوع من انواع الانترفيسز عندي في سيسكو يعني ليه قيمة كوست معينة. على سبيل المثال لو انا عندي دلوقتي نوع الانترفيس بتاعي ده نوع الانترفيس وده الكوست، تمام. لو نوع الانترفيس بتاعي ايثرنت يبقى ساعتها الكوست بتاعي 100. لو انا عندي الانترفيس بتاعي فاست ايثرنت يبقى نوع الكوست بتاعي 19، تمام. لو الكوست بتاعي او نوع السلك بتاعي جيج ايثرنت يبقى الكوست بتاعي باربعة. لو انا عندي الانترفيس بتاعي 10 جيج ايثرنت يبقى الكوست بتاعي هنا باتنين، تمام. طبعا كان في قيم اقدم من دي اساسا، كان في عندي قيم الاي تريبل اي، الكوست ده الاي تريبل اي هي اللي حطاه. كان في كوست قديمه كان 119.11، طبعا كان بيعمل اساسا طاي ما بين الجيج ايثرنت وال10 جيج ايثرنت، عشان كده عدلوا القيم وحطوا قيم اللي قدامي دي وسابوا مسافات ما بينهم، افرض ظهر انترفيسز نوعها تاني، تمام. فلو احنا اشتغلنا على القيم دي، سويتش 2 دلوقتي عايز يوصل لسويتش 1، لو مشي على البورت اللي فوق ده الكوست هنا كام؟ ده نوع ايثرنت، يبقى الكوست هنا ب 100 وتحت نفس الكلام ب 100. طب لو انا مشيت في السلك اللي في النص، دايما بحسب الكوست بتاعي الكوميوليتيف التجميع عشان اوصل للروت سويتش، يبقى هدفع هنا كام؟ ادي 100 و100، يبقى الاثنين دول هيدفعوا كل سلك فيهم يعني هيدفع 200. طيب هنا لو مشيت في المسار ده من سويتش 2 لسويتش 4 لسويتش 1 دايركت، برضو كل لينك فيهم هيدفع 200. يعني من الاخر لو انا كل الانترفيسز عندي على الديفولت وكلها من نفس الموديل ومن نفس النوع ومن نفس نوع الانترفيس، معنى كده ان الانترفيس اللي هيبقى هو الروت بورد هو اللي ليه عدد هوبس اقل، عدد سويتشز اقل ما بيني وما بين الروت سويتش. يعني من الاخر في الحالة دي هو الدايركت كونكتد ما بين سويتش 2 وسويتش 1، تمام. فلو جيت هنا دلوقتي على السويتش 2 ونرجع تاني للامر بتاعي شو سبانينج تري، تمام. قال لي دلوقتي بالمناسبه صحيح انا ما عنديش غير فيلان واحده بس، لان كمان شويه باذن الله هنقوم بروتوكول السبانينج تري هنكتشف ان ممكن ان انا اشغل انستانس لكل فيلان مستقل، تمام. المعلومات اللي فوق دي خاصه بروت سويتش، المعلومات اللي تحت دي خاصه بالسويتش اللي انا واقفه عليه، تمام. قال لي هنا ان السبانينج تري انيبلد بروتوكول. لو انا كنت دلوقتي شغاله على اي او اس اقدم شويه كان هيجيب لي بدل كلمه ار اس تي بي كان هيجيب لي كلمه اي تريبل اي. لو لقيت كلمه اي تريبل اي ده معناه ان انا شغاله على الليجاسي
الليجاسي سبيننج تري بروتوكول اللي هو البيرفيلان سبيننج تري بروتوكول، او للدقه بيرفيلان سبيننج تري بروتوكول بلس بي في اس تي بلس، اللي هو بيسبورت اساسا بروتوكول الاي اس ال والدوت 1 كيو. انما الاي او يو اللي انا شغاله عليه ده الديفولت بتاعه ان هو ار اس تي بي، ده فيرجن اسمه رابيد سبيننج تري بروتوكول هنتكلم عنه، بس هيرول باك على السبيننج تري الاصلي. ليه؟ لان الانترفيسز نوعها بالنسبه للاي او يو ده الانترفيسز نوعها شيرد، فعشان كده الار اس تي بي كاني بالظبط دلوقتي شغاله سبيننج تري الليجاسي الاصلي، لان الرابيد سبيننج تري بروتوكول ما بيشتغلش بيرفورمانس كويس على الشيرد ميديا، اي بورد نوع شيرد ميديا ما بيشتغلش عليه كويس. تمام. طيب البريورتي دلوقتي لو رجعنا تاني كده على سويتش 1، البريورتي دلوقتي على روت سويتش كام؟ احنا اتفقنا ان الديفولت 32768. للدقه بقى بيزود قيمه الفيلان اي دي عشان اتاكد ان كل فيلان هيكون ليها الكالكوليشن الخاص بيها، والفيتشر ده اسمه اكستندد سيستم اي دي. اكستندد سيستم اي دي يعني انا لو قلت له دلوقتي شو رانينج، لقيت هنا بيقول لي السبيننج تري اكستند سيستم اي دي. الامر ده انا ما كتبتهوش، الامر ده موجود باي ديفولت. تاني تاثيره ان كل اساسا فيلان البريورتي هتختلف من فيلان لفيلان تانية، بمعنى فيلان واحد البريورتي هتبقى 32768 بلس واحد رقم الفيلان، 32768 بلس رقم واحد فيلان. لو انا دلوقتي كنت عندي فيلان اتنين كان هيبقى 32768 بلس اتنين. تمام. القيمة الاوفست اللي هي الاكستندد سيستم اي دي تاني عشان اتاكد ان كل فيلان هيكون ليها الكالكوليشن الخاصه بيها. تمام. لو نبص تاني كده على سويتش 1، قال لي ان الماك ادرس بتاع السويتش ده كذا، بتاع الروت كذا، وبتاع السويتش اللي انا واقفه عليه كذا، فنظرا لان هو نفس الماك فعشان كده السويتش اللي انا واقفه عليه ده الروت سويتش، على سويتش 2 ده الماك بتاع الروت وده الماك بتاع السويتش اللي انا واقفه عليه اللي هو سويتش 2. دايما بيبص من الليست سيجنيفيكانت بيت من ناحيه الشمال، لغايه دلوقتي حصل تاي تاي، لغايه الزيرو هنا حصل تاي، انما بعد كده دي 4 دي 5، الاربعه اقل، ده الماك بتاع مين؟ سويتش 1. يبقى ده فعلا يستاهل فعلا ان هو يكون ايه؟ روت سويتش. عند نفس سويتش 3 وسويتش 4 المفروض ان الجزء اللي فوق ده يكون ايدنتيكال، الجزء ده المفروض ان هو يكون ايدنتيكال عند كل سويتشز ما عدا الروت سويتش، لان في الروت سويتش هيقول على نفسه طبعا ان هو روت سويتش. تمام. طيب لو جينا تاني نبص على سويتش 2، يا ترى مين هو اساسا روت بورد؟ لقيته حسب لي هنا الروت بورد اللي هو اسر 1 على 2، و2 على 1 اعتبره الالترنت. ليه تاني؟ اعتبر لي هنا ان 1 على 2 هو ده الروت بورد، والباقيين كلهم اساسا فين هنا فين هنا اعتبرهم ديزيجنيتد، وفي عندي واحد اعتبره الترنت. طب انا عايز اعرف ليه السويتش ده اعتبر ان 1 على 2 هو الروت. تعالوا نحسبها تاني. طبعا احنا متفقين ان ده مش هيبقى هو اساسا الروت، ولا ده هو هيبقى الروت، واحد من الاثنين دول فعلا، لان الكوست على الاثنين ب100، بس الكوست على الاثنين ب100 حصل تاي. طالما حصل تاي هيبص على مين؟ هيبص هو طالع الاثنين من انهي سويتش، البريورتي الاقل للسويتشز اللي هما طالعين منها. سويتش 2 البريورتي عليه كام؟ 32768، والاثنين طالعين من سويتش 2 يبقى حصل تاي في البريورتي، ساعتها هيبصوا على الماك الاقل سويتش اللي هما طالعين منه، ده هو برضو سويتش 1، ساعتها هيبصوا على البورت اي دي الاقل، ده 2 على 1 لكن اللي فوق 1 على 2، يبقى مين الاقل؟ 1 على 2 برضو بيمشي دايما من الليست سيجنيفيكانت بيت، لقى 1 اقل من الاثنين يبقى البورت اللي فوق ده فعلا هو الروت بورت. عشان افريفاي فعلا المعلومه دي اكتر ممكن اجي على سويتش 2 واقول له شو سبيننج تري ديتيل انتر، هيجيب لي معلومات عن كل الانترفيسز. طب انا دلوقتي لو عايزه اركز على انترفيسز معينه، قبل ما اركز على انترفيسز معينه الجزء اللي فوق ده بيتكلم عن الفيلان بصفه عامه، وتحت بعد كده هيبدا يتكلم عن كل انترفيس مستقل. طب نقرا الاول الجزء اللي فوق، بيقول لي دلوقتي ان فيلان واحد شغال ببروتوكول رابيد سبيننج تري بروتوكول كومباتبل مع بروتوكول السبيننج تري بروتوكول. ماشي تمام. الاي دي بتاع السويتش اللي انا واقفه عليه 32768، والاكستندد سيستم اي دي اللي هو رقم الفيلان واحد، يبقى الاثنين مع بعض التوتال 32769.
الادرس بتاع السويتش اللي انا واقفه عليه هي القيمه دي. تمام، لو جيت تاني كده فوق ده فعلا ايه الماك بتاع السويتش اللي انا واقفه عليه. طيب بيقول لي دلوقتي ان التايمرز دي اللي هو الهيلو بتتبعت كل ثانيتين، الماكسيمم اتش 20، الفورورد ديلي برضو هنراجع التايمرز دي دلوقتي باذن الله. دي مين اللي المفروض يتعمل لها كونفيجريشن عليه؟ الروت سويتش هو اللي المفروض يتعمل كونفيجريشن بالتايمرز دي عليه. لو انا عملت كونفيجريشن بالتايمر دي على اي سويتش تاني ملهاش لازمه. الكرنت روت دلوقتي سويتش الروت عليه بريورتي 32769 وده الماك ادرس بتاعه. تمام، الروت بورت بورت اي دي تمام اسر 1 على 2، ده اللي هو مين اتفقنا ده اللي هو الروت بورت عشان اوصل للروت سويتش. واي انترفيس اساسا على السويتش بيديله قيمه كده اي دي. تمام، وده الكوميوليتيف كوست عشان اوصل للروت. انا مشكلتي تاني ان في الامر بتاع شو سبانينج تري كده لوحده بيديني هنا قيم الكوست اللي هو كاتبها لي دي، قيم الكوست دي مش فعلا الكوميوليتيف مش التجمعيه عشان اوصل للروت سويتش، ده دي فعلا بتاعه كل بورد. اي انترفيس نوع ايثرنت دايما الكوست بتاعه كام؟ 100. تمام، لكن انا عايز اعرف انا فعلا وصلت للروت سويتش بقيمه قد ايه، يعني على سبيل المثال كفرد بس مش اكتر. هفترض دلوقتي ان البورت ده هو ده اللي كان الروت بورت عشان اوصل للسويتش. لو انا كنت قلت له شو سبانينج تري برضه هيجيب لي ان البورت ده الكوست بتاعه 100، لكن عشان اوصل للروت الكوست بتاعه مش 100، الكوست بتاعه ادي 100 و100 كمان ادي 200. ما كانتش هتظهر في امر شو سبانينج تري، امال هتظهر فين؟ في الامر بتاع شو سبانينج تري ديتيل، فهتظهر في الجزء ده. يبقى الجزء ده اللي هو مين؟ ده الكوميوليتيف كوست اساسا عشان اوصل للروت سويتش. تمام، وبعد كده زي ما اتفقنا مديني معلومات كتير عن كل الانترفيسز. طب لو انا عايزه دلوقتي اتاكد على او يعني شو سبانينج تري على الانترفيس اسر، كان اسر كام؟ 1 على 2. ديتيل دي المعلومات اللي فوق هي هي، بس انا ركزت كده على ايه؟ بورت واحد بس. تمام، قال لي ان هو ليه بورت اي دي تمام واسمه اسر 1 على 2 وهو حالته دلوقتي روت فورواردنج. تمام، وليه قيمه اسمها بورت بريورتي هنتكلم عنها النهارده برضو باذن الله، والكوست بتاعها 100. طب ثانيه واحده، الكوست بتاعها 100 وكاتب لي تحت هنا ان الديزيجنيتد باس كوست 0. ايه الارقام دي؟ البورت باس كوست ده اللي هو مين؟ اللوكال كوست اساسا على البورت ده. انا عارفه ان هو بورت نوع ايثرنت وبالتالي الكوست بتاعه 100. تمام، طيب الديزيجنيتد باس كوست ده اللي هو مين؟ ده اللي جاري بيزيحولي دايما، جاري اللي هو الديزيجنيتد في حالتي. الديزيجنيتد سويتش دايما بيزيع كوست 0، الديزيجنيتد سويتش دايما بيزيع كوست كام؟ 0. فلما يكون اساسا زيع لي كوست 0 على الانترفيس ده انا هجمعه على الزيرو اللي عندي، هجمعه اساسا على سوري ال100 اللي عندي، يبقى التوتال 100. ودي القيمه فعلا اللي اتحطت فوق خالص اللي هي الكوست تو روت باس اس كذا. تمام، انا لو كنت مثلا شغلت نفس الامر ده على اي بورت تاني، مثلا بورت 0 على 2 0 على 2، لقيته دلوقتي بيقول لي نظرا لان انا انترفيس نوعي ايثرنت فالكوست عندي 100. طب وجاري هيزع لي كام؟ 100. بص فيها تاني كده، البورت ده اسر 0 على 2 عشان اوصل للروت سويتش هو القيمه بتاعته اساسا نظرا لان هو ايثرنت فالقيمه بتاعته 100. ومين جاري؟ جاري سويتش 4، سويتش 4 عشان يوصل للروت سويتش هو كمان كان زي لي 100، 100 و100 200. فعلشان كده تجميعه الاثنين دول 200، فعشان كده الانترفيس ده ما اعتبرهوش ان هو الروت بورت وقال لي ان حالته دلوقتي ديزيجنيتد بورت. طب تعالوا نشوف بورت تاني، افرض مثلا ان انا كنت عايزه اوصل عن طريق اسر 2 على 1، 2 على 1. تمام، قال لي تاني ان البورت بتاع اسر نت فالكوست بتاعي 100 وجاري نظرا لان هو ديزيجنيتد سويتش اساسا سوري روت سويتش فبيزع لي 0. تمام، لكن البريورتي بتاعتي انا البريورتي اي دي بتاعتي انا اقل، فعلشان كده تاني هنا كام؟ اي دي 128.10 انما التاني 1 على 2 128.7 نظرا لان 128.7 اقل، عشان كده اعتبر ده تاني اللي هو مين؟ الروت بورت. الرقم ده اقل من الرقم ده.
تمام. طيب دي الرول اللي هي الثانيه. الرول الثالثه وان ديزيجنيتد بورت بير سيجمنت. يعني ايه؟ يعني كل سلكه لازم يكون عليها ديزيجنيتد. الاول تعالوا نطبق كده اللي احنا عملناه، سويتش 2 عليه 1 على 0 هو ده الروت، تمام. سويتش 4 طبعا الطريق ده طويل والطريق ده طويل، اكيد هيبقى واحد من الاثنين الدايركت كونكتد، 1 على 0 0 على 1 اكيد هيبقى 0 على 1، يبقى 0 على 1 ده هو ده الديزيجنيت، البورت اللي فوق ديزيجنيتد ده هو ده الديزيجنيت. عشان نفرفاي لو جيت على سويتش 4، احنا خمننا ان هو مين، 1 سوري 0 على 1، 0 على 1 ده فعلا الروت بورت بتاعي. عشان افريفاي اكتر، شو سبيننج تري على الانترفيس اثر 0 على 1 ديتيل، قال لي فعلا هو اللي بيلعب دلوقتي كفورواردنج. ليه؟ الكوست بتاعه 100 وجاري اللي هو اساسا الروت سويتش بيزع لي 0، 0 مع 100 هي دي فعلا القيمه الكوميوليتيف. عشان اتاكد لو قلت له دلوقتي شو سبيننج تري ديتيل، قال لي بالنسبه لفيلان 1 الكوميوليتيف كوست هنا في حالتي التوتال كوست 100 زي ما احنا كنا متوقعين. طب بالنسبه لسويتش 3، سويتش 3 طبعا لو مشيت الطريق ده 100 و100 ده برضو 100 و100 اكيد 1 على 3 او 3 على 1، اقرب الظن ان هو هيبقى 1 على 3 لان ده الاي دي الاقل. لو جيت هنا على سويتش 3 فعلا لقيت 1 على 3 هو الروت. طب ليه؟ شو سبيننج 3 على الانترفيس 1 على 3 ديتيل، ومرة هعمله على 3 على 1 تمام، عشان نستكشف ليه فعلا 1 على 3 بقى هو الروت والتاني اللي هو البلوكينج الترنيت. لو بصيت هنا كل القيم زي بعض، البورت باريورتي هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، كل القيم زي بعض، مين هنا اللي اختلف؟ البورت اي دي هنا 128.14 لكن فوق 128.8، فعلشان كده فعلا اعتبر ان 1 على 3 هو ده الروت، تمام. طيب القاعده اللي بعديها وان ديزيجنيتد بورت بير سيجمنت. يبقى هنا الاول 1 على 3 اللي الناحيه دي ده هو ده الديزيجنيتد. بعد كده بيقول لي ان كل بورت عندي لازم يكون عليه، او كل سلك عندي لازم طرف من الاثنين يكون اساسا ديزيجنيتد، بناء على قيم مين؟ برضو بناء على قيم الكوست، برضو بناء على قيم مين؟ الكوست. طبعا السلكه اللي فوق دي ودي ودي كلهم عليهم ديزيجنيتد، الست اسلاك اللي فوق اللي مربوطين بسويتش 1 كلهم عليهم ديزيجنيتد، تمام. طب بعد كده سويتش 2 سلكه اساسا كل سلكه لازم يكون عليها ديزيجنيتد، دي عليها ديزيجنيتد خلاص، دي اللي ناقصاني ودي والاثنين دول. نمسك بقى واحده واحده، نمسك مثلا سويتش 2 وسويتش 4 اللي هو 2 على 0، البورت بتاعها كونكتد بسويتش 4 وده البورت بتاعها كونكتد بسويتش 2، تمام. سويتش 2 عشان يوصل للروت كان دفع 100، سويتش 4 كان دفع 100، يبقى كده حصل طاي. ساعتها مين اللي بيكسر الطاي؟ الباريورتي بتاعتهم الاقل، سويتش 2 و4 انا ما لعبتش في اي كونفيجريشن للباريورتي، يبقى برده كده هيحصل طاي، يبقى السويتش اللي ليه ماك اقل، تمام. انهي ماك اقل؟ تعالوا نجرب كده سويتش 2 شو بيننج 3، لقيت ان السويتش ده 500 والسويتش اللي قصاده 4، يبقى سويتش 2 ده الاقل، تمام. يبقى البورت ده فعلا هو ده الديزيجنيتد، واكيد ده برضو اللي قصاده هو الديزيجنيتد، يبقى سويتش 2 الانترفيسز اللي عليه اللي هما 2 على 0 و 0 على 2 الاثنين في حاله الديزيجنيتد، 2 على 0 الاثنين في حاله الديزيجنيتد انصبهم، تمام. وفي الاخر خالص اخر رول عندي بلوك اول اذر، اي بورت انا ما طبقتش عليه اي قاعده من القواعد دي هيبقى في حاله البلوك، تمام. يعني لو جيت اشوف هنا من الامر سويتش 1 طبعا مش هينفع ان يكون عليه اي بورت في حاله البلوكينج، سويتش 2 شو سبيننج انترفيس، لقيت عندي فيه هنا واحد الترنت بلوك اللي هو 2 على 0 2 على 0 ده كده بلوك، تمام. وده هلاقي ان ده بلوك، وده هلاقي ان البورت ده هو اللي بلوك، تمام. يبقى في النهايه هلاقي هنا في الشبكه اللي قدامي دي ان في 3 انترفيس نوعهم بلوك انترفيس، اوكي.
هوقف الفيديو واخد الاسئله ونكمل. نكمل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. والناس برضو ما تقلقش من شير تو بوينت تو بوينت، لسه هنعمل عليها شغل كتير ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي السويتشز اللي قدامي دول لما انا سبتهم على الديفولت لقيتهم ان هم عملوا الكشن لسويتش 1 اللي هو ده الروت سويتش. طب افرض ان الالكشن ده مش عاجبني، انا عايزه دلوقتي سويتش 4 هو اللي يبقى روت سويتش. عشان كده سيسكو ادتني امكانيه ان انا العب في قيمه البريورتي. هو بس الصوت يا جماعه، سيسكو ادتني امكانيه ان العب في ايه، في البريورتي. تمام. ليه اساسا الاول سيسكو بصت على البريورتي الاقل مش الاعلى؟ سيسكو عايزه بقدر الامكان ان الشبكه بتاعتي تبقى ستيبل. نفتكر كده بروتوكول الاو اس تي اف، بروتوكول الاو اس تي اف كان بيحصل فيه انتخابات، هو كمان بيبقى فيه سويتش فيهم او راوتر فيهم ديزيجنيتد راوتر وراوتر تاني باك اب ديزيجنيتد راوتر. بس في بروتوكول الاو اس تي اف الراوتر اللي كان بيشارك في الانتخابات اساسا اللي بقى الرئيس عمره ما بيسيب الكرسي الا بطرق بقى باربع طرق كده مش موضوعنا دلوقتي، انما طالما خلاص بقى هو الرئيس بقى هو الديزيجنيتد راوتر في الشبكه عمره ما كان بيسيب الدنيا خالص. تمام. السويتشز لا، السويتشز لو انا عندي دلوقتي سويتش 1 هو الاحق دلوقتي على اساس ان هو ليه الماك الاقل، مجرد ما يدخل في الشبكه بتاعتي سويتش تاني ليه ماك اقل على طول بيالكت نفسه مكانه ويبقى هو روت سويتش. فسيسكو مش عايزه باستمرار ان الشبكه بتاعتي تبقى مش ستيبل، كل ما سويتش يدخل يبقى هو روت سويتش. فعلشان كده قالت ايه، احنا هنبص على الماك والبريوريتي الاقل. خلينا في الماك دلوقتي، هنبص على الماك الاقل. ليه بص على الماك الاقل مش الماك الاعلى؟ لان دلوقتي سيسكو لما بتصنع سويتشز يعني بالعقل كده، كل ما بتصنع سويتشز اكتر كل ما قيم الماك بتزيد. فانا لو اشتريت سويتش جديد اغلب الظن ان الماك بتاعه هيبقى اقل من الماكات اللي عندي ولا قيمته اعلى من الماكات اللي عندي؟ اغلب الظن ان قيمه الماك بتاعه هتبقى اعلى من الماكات اللي عندي. فلو كانت سيسكو بصت على الماك الاعلى ساعتها اي سويتش جديد انا هشتريه ادخله في الشبكه على طول بقى هو الروت سويتش. عشان كده بصت على الماك مين الاعلى، وادتني امكانيه ان لو حصل الكشن مش عاجبني قالت لي غيري في قيمه البريوريتي اساسا. يعني انا هفترض دلوقتي ان سويتش 4 هو ده اللي انا عايزاه يبقى الروت. طب كديزاين مين هو السويتش السيتابل في الشبكه بتاعي ان هو اللي يبقى الروت سويتش؟ لو تفتكروا كده الهيراريكال ديزاين موديل ايام الان اي كان بيبقى عندي ثلاث بلوكات، اكسس وديستريبيوشن وكور. ريكومندد دايما ان السويتش اللي هو الروت سويتش يكون في منطقه الكور، لان الروت سويتش ده اغلب الترافيك مش كله، اغلب الترافيك بيعدي عن طريقه. فيهمني طبعا ان لو عندي منطقه اكسس عايزه توصل لمنطقه اكسس تاني تعدي عن طريق الكور، ما تعديش مثلا عن طريق اكسس ثالثه خالص، ده كده كديزاين هيبقى غلط جدا. يعني فور اكزامبل لو انا عندي هنا كذا منطقه، ادي منطقه اكسس اكسس وفوقيهم ديستريبيوشن، ادي اكسس اكسس فوقيهم ديستريبيوشن، تمام، وفوقيهم خالص كور. يهمني ان اساسا الروت سويتش بتاعي يكون في منطقه الكور اللي فوق دي. هنعمل كمان واحد هنا كور فور ريدندنسي، وممكن نوصل بين الاثنين. تمام. يهمني دلوقتي ان الكور يكون واحد من الاثنين دول. هفترض دلوقتي ان ده الروت سويتش بتاعي. ليه؟ لان في ترافيك اغلب الترافيك مش كله، اغلب الترافيك هيعدي عن طريق الروت سويتش. فانا عايزه سويتش 1 يوصل لسويتش 2. تمام. ممكن قوي قوي دلوقتي او يوصل مثلا سويتش 3. انا عايزه الترافيك يعدي عن طريق الروت ويمشي كده، بدل ما الاقيه بيمشي مثلا في طريق طويل ويرجع ويروح ومش عارفه ايه، هيحصل كده سب اوبتيمال سويتشنج، سويتشنج بطريقه غير مناسبه. تمام. فعلشان كده زي ما اتفقنا باي ديفولت هيبقى هو فعلا الروت بالنسبه لكل الفي لينز. احنا هنخلص بس ده ونشوف البير في لين. تمام. سويتش 4 انا عايزاه دلوقتي هو يبقى الروت، اعمل ايه؟ لو انا جيت دلوقتي عليه في عندي امر اسمه سبانينج تري وحدد له رقم الفي لين اللي انا عايزاه يبقى هو الروت بالنسبه ليها. زي مثلا انا دلوقتي ما عنديش غير فيلان واحده بس اللي هي فيلان واحد، وبالمناسبه ممكن ان انا دي لورينج، يعني ممكن اقوله من واحد لغايه 10 او واحد و10. يبقى ده معناه اللي فاتت من واحد لغايه 10، انما دي من واحد واحد وكمان 10. تمام. لو استخدمت الهيل قال لي دلوقتي ان انا ممكن العب لك في البريورتي او ممكن اقول لك دايركت كده انت الروت بالنسبه للسويتش 4. طب لو قلت له انت الروت واستخدمت الهيل
قال لي انت عايزه السويتش ده يكون هو الروت برايمري ولا الروت سكندري، زي ما كان في الاو اس بي اف عندي دي ار وباك اب ديزيجنيتد راوتر، عشان الدي ار لو وقع الباك اب يقلكت نفسه مكانه، انا برضو هيبقى عندي اتنين روت سويتش ممكن اختاره ممكن لا بمزاجي، ممكن اعمل واحد برايمري وواحد سكندري، او ممكن اعمل واحد برايمري وانتهينا تمام. بحيث ساعتها ان البرايمري لو وقع بدل ما اسيب السويتشز يبداوا ان هم يعملوا الكشن لروت سويتش جديد، لا ساعتها مين السكندري هيقلكت نفسه مكانه. فلو انا قلت له دلوقتي انت البرايمري، لو قلت له هنا شوز بينك 3 بروتوكول، تقريبا في النو تايم اولموست 2 سكندز، لان دلوقتي انه هنا بيقول لي ان السويتش ده بقى هو الروت سويتش. ليه؟ لان البريورتي عليه بقت 24577. بجي منين الرقم ده؟ هو كل اللي فيها انه هيمسك قيمه البريورتي الاصليه اللي هي 32768 ماينص 4096 ماينص 4096، اداني القيمه دي اللي هي 4576. القيمه دي بلس طبعا الاكستندد سيستم اي دي، فهيديني التوتال 24000. يعني من الاخر لو انا جبت دلوقتي قلت له هنا شو رانينج، انا كنت ما عملتش الامر ده بالمناسبه، انا كنت قلت له سبيننج تري دي لان واحد انت الروت دايركت كده انت الروت، انا ما لعبتش في البريورتي، بس الامر بتاع الروت ده هو كل اللي فيها ان هو شورت كات للامر ده تمام. يعني انا دلوقتي لما بقول له انت الروت هو بيلعب في قيمه البريورتي زي ما اتفقنا. اللي بيحصل للدقه ان هو بيشوف مين الروت دلوقتي ويشوف البريورتي عليه بكام ويطرح منه 4096 مرتين. طب ليه مرتين؟ عشان لو عملت واحد سكندري السكندري هيطرح 4096 مره واحده، عشان يبقى اللي انا كتبت عليه انت الروت البرايمري ستيل هو ليه بريورتي اقل. يا اما كنت اكتب الامر بالمنظر ده اللي انا عملته ده اللي انا قلت له دايركت انت الروت، او زي ما اتفقنا كان ممكن ان انا اغير له سبيننج تري بالنسبه لفيلان واحد، وبدل ما اقول له انت الروت دايركت كان ممكن ان انا اغير له البريورتي. البريورتي لازم تكون مضاعفات الرقم 4096. طب انا دلوقتي لو مش حاطه مضاعفات الرقم 4096 اديله اي رقم. الاي او اس محترم في الحته دي، هو الوحده هيقول لك لا الرقم ده متقلود اكتبي ارقام من المضاعفات اللي قدامي دي. فانا ممكن ساعتها اديك اي رقم من الارقام دي زي مثلا 16000 38384. لو قلت له المره دي شو سبيننج 3 الرقم اهو، وزود عليه طبعا الاكستندد سيستم اي دي تمام. ده بالنسبه لمين؟ لبروتوكول السبيننج تري بروتوكول. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف بقى دلوقتي حالات الانترفيسز ممكن تكون ايه. كل ده انا لسه في الكومن سبيننج تري بروتوكول الاصلي. حالات الانترفيسز في البروتوكول بتاع الكومن سبيننج تري بروتوكول بنسميه اس تي بي. ممكن يكون المود اول حاله disabled. انا عن نفسي بصراحه مش بعتبر ان المود ده خالص من ضمن حالات السبيننج تري، رغم ان هو في الدوكيومنتيشن بتاعه سيسكو من ضمن الحالات. disabled ده معناه ان انا عملت شوت داون للانترفيس. طب ما هو كده كده اساسا سواء ببروتوكول الاس تي بي سواء بعيد عن بروتوكول الاس تي بي هيبقى disabled، فانا عن نفسي بصراحه مش بعتبره من ضمن حالات الاس تي بي خالص. الحاله اللي بعديها looking، المود اللي بعديه listening، اللي بعديه learning، اللي بعديه forward. نمسك واحد واحد. سيسكو مرعوبة ان يحصل عندي switching loop. احنا كنا قلنا قبل كده لو حصل عندي switching loop ده رعب السنين. لو حصل راوتنج لوب لا قدر الله، طبعا مش ريكومندد ان يحصل راوتنج لوب، بس لو حصل راوتنج لوب الهيدر بتاع الاي بي اساسا في قيمه اسمها تي تي ال. التي تي ال دي الديفولت بتاعها اساسا من 0 ل 255، كل هوب بنط عليها قيمه التي تي ال بتقل بواحد تمام. فلو حصل دلوقتي اساسا سويتشنج لوب او راوتنج لوب سوري، بعد فتره التايمر ده هينزل للزيرو وهينتهي الراوتنج لوب. لكن لو حصل عندي سويتشنج لوب لا قدر الله لاير 2 ما فيهاش تي تي ال، وبالتالي هيفضل مستمر الى ما لا نهايه، الا اذا انا وقفت المصدر بتاع اساسا اللوب اللي بيتسبب لي مثلا في البرودكاست. ولو كان لسه بيبعت لي برودكاست مثلا انا كده ولا كاني عملت حاجه. انديكيتور قوي ان حصل عندي سويتشنج لوب في الشبكه ان لو جيت على السويتش بتاعي وقلت له شو بروسيس مسافه السي بي يو،
لو جيت على اي سويتش كده وقلت له هنا شو بروسيسز مسافه سي بي يو، ممكن اركز على اخر 5 مينتس مثلا باستمرار، ساعتها هلاقي ان الرقم ده حاجه و90%. تمام، ده كده انديكيتور قوي جدا بالنسبه لي ان حصل عندي سويتشنج لوب، لان المفروض طبعا ان السويتش بيتعامل كهاردوير مش كسوفت وير عن طريق حته الاي سي اللي اسمها ايسك. عشان كده سيسكو قالت انا مش هخلي الانترفيس يتحول من بلوكينج الفورورد على طول. افرض دلوقتي ان الانترفيس ده مثلا كان بلوك، تمام، والترافيك عندي كان بيمشي في البورت ده، كان بيمشي في البورت ده، اي واحد من الاثنين دول، تمام، وده واحد منهم وقع. بعد كده ده وقع، المفروض ان الانترفيس البلوكينج هيبدا ياخد خطوات عشان يتحول للفورورد بدل الطريق اللي وقع. عمره ما هيتحول للفورورد دايركت، هيدخل الاول في مرحله اسمها ليسننج، والليسننج فيها السويتش فيها البورت، يعني لو ليسننج بيستلم بي بي دي يو وبيعمل لها بروسيسنج عادي جدا، لكن ما بيمررش الداتا بلين، الكنترول بلين بيعديه مفيش اي مشكله، وبيستلم بي بي دي يو بيعمل لها بروسيسنج، لكن اي داتا بلين مش بيعديها، تمام. وساعتها اللون على الانترفيس، اللون الانترفيس يعني على السويتش بيبقى لونه امبر في حاله البلوكينج والليسننج والليرنينج، لكن اول ما بيخضر يبقى معنى كده ان هو في حاله الفورورد، تمام. طب ليرنينج هيقعد الاول في الليسننج 15 ثانيه، بعد كده يدخل في مرحله الليرنينج ويقعد فيها هي كمان 15 ثانيه. الليرنينج دي هيبدا يتعلم فيها الماكات ادرس من كل السويتشز اللي حواليه ومن كل الديفايسز اللي حواليه، ويبدا يبلد الماك ادرس تيبل من اول وجديد، دي في مرحله الليرنينج. وبرضه فيها الانترفيس بيبقى لونه امبر، وبرضه فيها السويتش ما بيبعتش اي داتا بلين، هو بيستلم بي بي دي يو بيعمل لها بروسيسنج لكن ما بيبعتش اي بي بي دي يو. اول ما بيتحول للفورورد ده معناه ان الانترفيس دلوقتي بيعدي الكنترول بلين وبيعدي كمان الداتا بلين. بالمناسبه البلوكينج الانترفيس عندي لو في حاله البلوكينج بيستلم بي بي دي يو وبيعمل لها بروسيسنج عادي جدا. ليه بيعمل لها بروسيسنج؟ رغم ان الداتا بلين عمره ما هيعديها، عشان لو في اي انترفيس فورورد وقع يبدا هو يديتكت ان حصل تشينج ويبدا هو ياخد خطوات عشان يقرر ان كان هيحول نفسه للفورورد بدل الانترفيس اللي وقع ولا لا، تمام. يبقى تاني الحالات بتاعه الانترفيس بتاعتي، بلوكينج بيعدي ما بيعديش سوري لا الكنترول بلين ولا الداتا بلين، بس بيعمل بروسيسنج للبي بي دي عادي جدا، تمام. واي ماكات بتيجي عن طريق الانترفيس اللي نوع بلوكينج ما بيعملهاش انستليشن جوه الماك ادرس تيبل، وطالما ما عملهاش انستليشن جوه الماك ادرس تيبل يبقى السويتش كده عمره ما هيبعت لها داتا. طيب الليسننج والليرنينج بيقعد في الليسننج 15 ثانيه، الليرنينج 15 ثانيه، ده في حاله اذا كان البورت بتاعي بيتحول من البلوكينج للفورورد. الليسننج بيتعلم فيه او بيسمع فيه للبي بي ديوز اللي جايه له من كل السويتشز اللي حواليه، ما بيعديش الكنترول بلين ما بيعديش الداتا بلين. الليرنينج بس طبعا بيعمل برضه بروسيسنج للبي بي دي يو. الليرنينج نفس الكلام بس فيه بيتعلم الماكات ادرس بتاعه الاجهزه اللي حواليه وبيعمل لها انستليشن جوه الماك ادرس تيبل. الفورورد بيعدي الكنترول بلين والداتا بلين، تمام. دي المودز بتاعتي. طب بالنسبه بقى للاس تي بي تايمرز، ايه الاس تي بي تايمرز؟ اول تايمر عندي اللي هو الهيلو، تاني واحد الماكسيمم ايج ماكسيمم ديلي الفورورد ديلي سوري، التالت اللي هو الماكسيمم ايج، تمام. نمسك واحد واحد. ايه الهيلو؟ الهيلو دي معناها ان الروت سويتش بيبعت عندي بي بي دي يو كل قد ايه، والتايمر ده ثانيتين. الروت سويتش هو الوحيد اللي بيبعت عندي هيلو كل ثانيتين، تمام. طب افرض دلوقتي ان روت سويتش بعت هيلو من البورت ده، السويتش اللي قصاده هيستلمه على مين؟ قال لك السويتش اللي قصاده هيستلمه على الروت بورت، هيستلمه على مين؟ على الروت بورت. وافترض ان ده كان ديزيجنيتد، ايه الديزيجنيتد؟ ايه الفرق ما بين الروت وايه الفرق ما بين الديزيجنيتد؟ ما الاثنين بيعملوا فورورد للداتا. قال لك لا، سويتش 2 هيبعت الهيلو اللي جات له، هو مش هيعمل لها جنريت، هو هيبعت الهيلو اللي جات له عن طريق سويتش 1 على الروت اللي نوعه ديزيجنيتد بورت، على الروت اللي نوعه ديزيجنيتد بورت. هفترض ان البورت اللي قدامه كان هو كمان انيبلد، يبقى هيبقى نوعه روت. دايما الروت ده اللي بستقبل عليه
الهلو الديزيجنيتد ده اللي انا ببعت عن طريقه الهلو، مش شرط ان انا اكون اللي عملت جنريت الهلو، لكن لو انا استلمت هلو من الروت سويتش ببعتها للي بعدي عن طريق الانترفيس اللي عندي اللي هو الديزيجنيتد. تمام، معنى كده ان الروت دايما في اتجاه الداون ستريم سويتش، من الروت سويتش للداون ستريم سويتش، لكن الديزيجنيتد دايما في اتجاه الاب ستريم سويتش للسويتش اللي بعدي. داون ستريم معناه ان حد بيرمي عليا، اب ستريم معناه ان انا برمي على حد بعدي. تمام، الفورورد ديلي، ايه الفورورد ديلي ده بقى؟ قال لك الفورورد ديلي ده القيمه بتاعته باي ديفولت 15 ثانيه، ودي التايمر بتاعه الليسننج والليرنينج. بي فيري كيرفول هنا ليه؟ لان دلوقتي اساسا هو بيقعد في الليسننج 15 والليرنينج 15، انا ما عنديش تايمر يغير الليسننج لوحده ويغير الليرنينج لوحده. فلو انا دلوقتي خليت مثلا قيمه الفورورد ديلي ب 10، ابقى عارفه كويس قوي ان التايمر ده انا هضربه في 2، 10 ليسننج و10 ليرنينج. تمام، يبقى تاني الفورورد ديلي ده الوقت اللي هيستغرقه البورد لو هيتحول من البلوكينج للفورورد، واعرف كويس قوي ان انا لو غيرت الفورورد ديلي ابقى عارفه كويس قوي ان الرقم ده بينضرب فين؟ في 2، لانه ساعات بيلعب معاك في الدولي في امتحان الليب، ساعات بيلعب معاك في الحته دي، يقول لك مثلا ان انا عايز الانترفيس يقوم بعد 20 ثانيه، تيجي انت تغير قيمه الفورورد ديلي تخليها 20، لا هو كده قام بعد 40 ثانيه، يبقى كان المفروض تقسم على 2. طب الماكسيمم ايج، ايه الماكسيمم ايج بقى؟ الماكسيمم ايج ده باي ديفولت قيمته 15 سوري 20 ثانيه. ايه الماكسيمم ايج؟ المفروض دلوقتي ان روت سويتش اللي هو سويتش 1 بيبعت بي بي دي يو لكل السويتشز اللي حواليه، هفترض مثلا ان هو بيبعتها لسويتش 3. تمام، وسويتش 3 بعد كده مثلا هفترض ان من البورت ده بيبعتها لسويتش 4. افرض لاي سبب من الاسباب سويتش 1 بطل يبعت البي بي دي يو، سويتش 1 هيفضل عامل لها بافرنج محتفظ بالبي بي دي يو اللي استلمها من سويتش 1 اساسا لمده 20 ثانيه اللي هي قيمه الماكسيمم ايج باي ديفولت. تمام، وبعد كده هيبدا يعتبر ان روت سويتش وقع، ويبداوا بعد كده ياخد خطوات عشان يدور على روت سويتش جديد يالكت نفسه ان هو روت سويتش لو ما لقاش فيه روت سويتش تاني، وده ممكن يتسبب لي مشاكل كتيره جدا هناخدها مع الانهانسمنت ان شاء الله بتاع بروتوكول الاس تي بي. نفس الكلام سويتش 3 اخذ البي بي دي يو من سويتش 1 وبعتها لسويتش 4، برضو لاي سبب من الاسباب سويتش 3 بطل يبعت البي بي دي يو اللي بيستلمها من سويتش 1 لسويتش 4، سويتش 4 هيفضل عامل لها بافرنج محتفظ بيها على البورت بتاعه لمده 20 ثانيه، وبعد كده يبدا ان هو ياخد خطوات عشان يالكت نفسه ان هو الروت سويتش لو مفيش اي حد تاني زع نفسه ان هو الروت سويتش. معنى كده ان ات تشينج لو حصل عندي تشينج في الشبكه بتاعتي، ات تشينج في عندي كده تو سيناريوز. ايه هو التو سيناريوز؟ الروت سويتش ذات نفسه لو هو اللي وقع داون، و any other change. ايه اللي هيحصل لو root switch ذات نفسه هو اللي هيقع؟ هوصل للاستابيليتي بعد قد ايه؟ switches هتفضل عامله buffering محتفظه بالبي بي دي يو اللي جات لها من root switch لمده 20 ثانيه، وبعد كده يبداوا ياخدوا خطوات عشان يالكتوا روت سويتش جديد ويبداوا يحولوا انترفيسز للبلوكينج والليسننج والليرننج والحوارات دي. ادي 30 ثانيه، يبقى انا كده بلعب في 50 ثانيه. تمام، طب لو اي تغيير تاني حصل، انترفيس مثلا على سبيل المثال وقع وهبدا اخد خطوات ان بورت تاني كان في حاله البلوكينج يبدا ياخد خطواته ويتحول لحاله الفورورد، يبقى انا كده بلعب في 30 ثانيه. طبعا التايمر دي مرعبه، كانت التايمر دي مناسبه جدا للشبكات القديمه، لكن الشبكات حاليا التايمر دي مرعبه. عشان كده هنبدا ناخد ان شاء الله المره الجايه كده بروتوكول اسمه رابيد سبانينج تري بروتوكول. تمام، يبقى ده الحوار والحدوته النهارده بتاع البروتوكول الكومون سبانينج تري بروتوكول. هوقف بقى الفيديو، اسمع اسئلتكم وبعد كده هناخد حاجه ثانيه.